سورة الجن من ضلال الشيطان، ومحمد بيضل العالم كله وظهر على حقيقته لما في لحظة سطلة وسكر كتب الحقيقة سورة الجن وكلام الجن. اللي رايحين الشيطان رايحين فين؟ جهنم والنار وبئس المصير، مش كده؟ طيب حبيبي تعالوا بينا بقى إلى سورة الأعراف آية 179، يقول إيه؟ ركز ويانا. ولقد زرأنا، زرأنا يعني إيه؟ كلام قرآن قديم أخنا عليه الدهر بكركنه. يا جماعة حلحلوه وحطوا كلام جديد. لا هو كده. طيب ولقد زرعنا يعني خلقنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام، الأنعام من البهائم، بل هم أضل أولئك هم الغافلون. شفت بقى الجن أضل من البهائم. طب ولما هم أضل من البهائم يا رسول الله جايب سورة الجن تعمل بها إيه في القرآن؟ مسطول سكران كتب القرآن، لازم تتعرف كده. طيب تعالوا بينا إلى سورة سبأ 14. فلما قضينا عليه، على سليمان الملك يعني، الموت، قضينا عليه بالموت، ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، يعني العصاية اللي متكئ عليه. خيال محمد يعني. وبعدين فلما خر التمثال، الجسد بتاع سليمان، تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبسوا في العذاب المهين. الجن ما فهموش أن سليمان ما من أساطير القرآن. محمد قال لك سليمان الملك مات وهو واقف وماسك عصاته ومحدش دريان أن الملك مات. يا راجل هي الناس مصطولة زي سعادتك؟ أهبل ولا إيه؟ أيوه أهبل. إزاي ما عرفوش أن الراجل مات؟ أيوه ما عرفوش. يا مصطول هو مش بيجيله أكل؟ جابوله أكل ولا ما جابولوش؟ وكل الأكل ولا ما كلوش؟ مش بيشرب؟ وجابوله مية وشرب ولا ما شربش؟ وعرف أنه مات ولا ما ماتش؟ طيب مش بيخش الحمام؟ قاعد كده واقف من غير ما يخش الحمام، لا الخفيفة ولا التقيلة، وما عرفوش انه هو مات. ده راجل مسطول. يعني ايه ما عرفوش انه مات؟ لحد ما جات دبة كلت العصاية. ربنا ينتقم منك بس يا زكريا بطرس. كلام مسطول يكتب القرآن وهو سكران. طيب تعالوا بينا الى التحدي بقى. ده تحدي لحضرات شيوخ الازهر وعلى راسهم شيخ الجامع الازهر السيد الفاضل الدكتور احمد الطيب. وطيب انا اعرفش، وطيب انا ارجو هذا. على راسهم الشيخ الطيب. تحدي، تحدي. ايه هو التحدي؟ مش انا اللي بتحدي. قال ايه يا بونا؟ لا ده ربوني بتاع القرآن بيتحدى. تحدى ايه؟ هقول لك هيتحدى ايه، بس بعد ما اتحدى خسر التحدي. إيه؟ ابونا ما تبقاش تكلم الغاز، ومن فضلك كلمنا كده بسلسل العبارة يعني، يعني سهلة كده عشان نفهم. انت طول عمرك تتكلم سهل، مالك عملت عقد الامور؟ لا مش انا،
مش انا، ده رب محمد. ازاي بقى؟ تعال تعال خش علي. ايه بقى؟ تحدي الله بيتحدى البشر لو اتوا بمثل القرآن، سواء بشر او جن. ازاي؟ اهو سورة يونس 38. أم يقولون افتراه، محمد افترى القرآن يعني، قل افترى فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. لو انتم بقى فاهمين ان محمد افترى القرآن، طب تحدي بقى هاتولنا صورة زي اللي فيه، هاتوا صورة وانا نشوف حد يقدر يجيب. تحدي تحدي. طيب ايه رايك بقى في صوره الجن؟ والجن عمال يتكلم ويقول، وقال الجن سمعنا قرانا عجبا اتبعوه بشر اهله. الله، طب ما هو جاب هو الصوره، الجن جاب صوره مكونه من 28 ايه. شفت بقى بيتحدى ان حد يجيب صوره للانس ولا الجن. اه بص صوره الانس والجن يقول لك ايه في سوره البقره 23، وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا محمد فاتوا بسوره من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقون. هاتوا لنا صوره من مثله. طب وسوره الجن تبقى ايه؟ لما الجن جابوا صورة هو مثله، ولا ايه رايك؟ كلام مسطول سكران يكتب القرآن. طب بص الآية دي، سورة الإسراء 88، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. مش ممكن لا انس ولا جن اطلاقا ياتوا بمثل القران. ايه امال سوره الجن تطلع ايه يا جماعه؟ ازاي يا جماعه؟ ازاي ده يكون؟ ما هو الجن جاب اهو وجابوا سوره كامله 28 ايه وكلها اقوال الجن. يا نهار ابيض، شفت بقى التضارب؟ شفت بقى التضارب يا احبائي؟ تحدي الله بيتحدى الانس والجن، يقول لك ولا الجن يقدروا يجيبوا زي، ولا الجن الاحمر يجيب زي القران، وفي نفس الوقت يجيب سوره بتاعت الجن. وقالت الجن وقالت الجن وقالت الجن، ده بتهبل ولا ايه؟ لا مش اهبل، ده مسطول مسطول سكران كتب القرآن. الله ينتقم منك. حطها شعار كده. الله ما في حدا مسطول إلا أنت. كده في الفيسبوك. تتحدى الله وتتحدى الرسول عليه الصلاة والسلام. نزلوها في الفيسبوك. سيدك وتاج راسك سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. مسطول سكران كتب القرآن. وحط لهم اللينك بتاع الحلقة دي. أهبل. مسطول. سكران. يقول لك ما فيش ولا الجن يجيب مثله، وفي نفس الوقت يجيب صورة للجن بتتكلم وتبلغ رسالة الوحي. يا دي المصيبة يا دي المصيبة يا دي. رجال الأزهر الكرماء الفقهاء والعلماء أجيبونا، ماذا تقولون على هذا الكلام الهبل، كلام المصطفى؟